هي عاد اقعد ما ها هي اقعد ما كل واحد شلون يعني هي اقعد بالبيت ما تطلع هي ليش ما تطلع هو ماكو ملابس يعني ما عندك ملابس ما لقيت هي زين هنا لقيت الملابس هي لقيت 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 ارتأى الفريق ان يسوي سوق مجاني عندنا مكان اختاريناه سوقنا سوينا سوق مجانا تجي العائلة ليش ناخذ لها قطعة وتطلع القطعة مو تمام مو قياسها أكبر أصغر أقل فاختارينا هذا المكان جهزناه بناتي أطفال لحد عمر 12 سنة أو 13-14 قامت عوائلنا المسجلة عندنا أو عند بعض المنظمات والفرق ندعيها تجي هنا هي تتسوق هي تختار الطفل هو يختار لبسته بارحة بدينا اليوم أول 367 نفر اليوم ما يقارب 150 نفر بس العمل الله عليه مكثر خيرهم عمر ستة وين انت ابو البيت وين ابو البيت توفى صار عنده صار له سنه وثلاث اشهر شلون عايشين دول الناس الناس تدفع لي ايجار الناس تجيب سلات غذائيه هاي البنية همه تمرضت صار بها تيف وهسه ضرب الكبد والطحاء الحمد لله يعني ما عدا اخذهم يعني المال اللي جاب مقبلين على زيارة يردون يشوفونهم يرحون لأبوهم إيجار ماكو هذا الفريق فتح سوق مجانا في محافظة ميسان اليوم أنا كأبو مؤسسة أبي الزهراء الخيرية بعد الاتصال من رئيس فريق ضياء المستقبل جيت لقي يعني اندهشت حقيقة احنا عندنا مثلا يقول أهل الخير ما تموت العمارة ولادة أستاذ جاسم العمارة ولادة بناسها بشبابها Thank you.